يعطيكم العافية يا رب يا الله. اليوم بعروض جديدة وبداية جديدة. شكرا لكل اللي اطمنوا علي الأسبوع الماضي. جت موجة ثلجية على تكساس، عن جد كانت الأجواء 3 أيام كانوا صعبين من دون كهرباء ولا مي. شكرا لكل اللي اطمنوا، يعطيكم ألف عافية والله يطمنكم على أحبابكم. يلا نبلش. أول إشي بدي أبلش بعرض المناكير من الباب أرازي. طبعا لكل الناس اللي دايما بيعملوا هذا الديل بيعطوكم عليهم كوبونات. العرض بيحكي لنا بتشتري تنتين ب$5، القطعة لحالها $2.99، التنتين ب$5. لما تشتري قطعتين بيرجع لك $4 إكسترا بوكس. سلايك رح يطلع عليك القطعتين بدولار للتنتين، يعني القطعة $0.50. طبعا هاي البراند كتير ممتازة وعن تجربة، وبتقدروا تاخدوا الكريم برضو بنفع على الديل، وبتقدر تاخدوا المناكير. فأنا رح أخذ المناكير 2 منه رح يرجع لي. أنا عندي كوبون $1 off على المناكير هاي، يعني رح أدفع $4 ويرجع لي $4، رح يطلعوا علي free كامل هدولة. فبدي أخذ هذا اللون، وبدي أخذ هذا اللون. هاي اللونين حلوين. يلا نكمل الديل. اول ديل بجنن. اليوم بدي اتوصى بعروض الميك اب، لانه كنت اول الفيديوهات دايما اركز على مواد التنظيف، فالفيديوهات الاولى لإلي كلياتها شرح مفصل على مواد التنظيف وسهل كتير العروض عليها. فاليوم بدي اشرح لكم كيف تعمل عروض على الميك اب وتقسموا العروض ويطلعوا عليكم ارخص بكتير. عندي كوبون 5 off 25 ميك اب وكوزماتيكس، هاي لازم اشتري اوصل لل25. قبل الكوبونات لاخذ $5 خصم عليها. اول شي بدي ابلش بالبراند تاع الميبلين. العرض عليها بتشتري قطعتين بتاخدي $7 اكسترا بوكس. فلكل الاجداد عشان تشتروا عليها وتاخدوا كوبونات جديدة بتقدروا تاخدوا هاد الشادو، رخيص وحلو. قطعة منه سعره عنا، شوف قديش سعره عنا تقريبا $4.39. وبتقدروا تاخدوا البيبي ليبس، بيصير عندكم قطعتين، او بتقدروا تاخدوا 2 شادو لونين مختلفين. سعر هاي القطعة كمان عنا $4.79 مع $4.39، بيطلعوا علينا القطعتين $9.18 ناقص $7 اكسترا بوكس رح يرجع لكم، تطلع عليكم القطعتين $2.18. تقدروا تغيروا القطع زي ما انتو بدكم، انتو حرين. تقدر تاخدوا 2 من هذا الشادو. بس الناس اللي اجاهم من الجريدة هذا الكوبون 4 off فيس برودكت، جريدة الاسبوع الماضي 4 off 2 فيس برودكت 4 خصم على القطعتين 2. شوفوا انا شو رح اعمل الديل. اذا معكم نفس الكوبون اعملوا نفسه كتير حلو. رح اخذ قطعتين من هذا الشادو، يعتبر فيس برودكت، لاخذ هذا الكوبون. رح اخذ هذا اللون، رح اخذ كمان هذا اللون. رح اخذ هدول اللونين كتير حلوين. سعرهم عنا بيصير سعر القطعة $5.99، القطعتين بيصيروا $11.98، برجع لي $7 اكسترا بوكس ومعي $4 خصم. رح ادفع من جيبتي $7.98 ورح يرجع لي $7، بيطلع علي القطعتين $0.98 للقطعتين، بيعمل لي تراك للبيوتي كلوب. لا بدي اعمل ديل على الكفر جيرل. الكفر جيرل شو بيحكي لك؟ يحكي الديل وصلي لل 18 قبل الكوبونات، برجع بعيد، بتاخدي $6 اكسترا بوكس. فرح اخد اول شغلة من هاي المسكارة، بصراحة ممتازة جدا عن تجربة، سعرها $11.29، في عليها كوبون $3 خصم موجود عند الكل بالآب نفسه. رح اخد منها قطعة، ورح اخد كمان الكونسيلر هاد حقه $7.79، وفي عليه كوبون برضو $3 خصم على القطعة هاي. فعنا كوبونات خصم $6 على القطعتين من نفس الآب نفسه. سعر القطعتين عنا $19.08، طبعا تجاوزنا $18 لنوصل للديل. عنا $6 خصم على القطعتين، بيصيروا القطعتين علي $13.08 ناقص $6 الإكسترا بوكس اللي رح ترجع لي، بصيروا علي كأنهم طالعين القطعتين $7.08 للقطعتين هدول. وطبعا مع الميبلين، ديل الميبلين اللي قبل شوي، بيرجع لي على البيوتي كلوب $3 على القطعتين، فناقص $3 كأنهم طالعين علينا القطعتين ب$4.08، يعني القطعة بدولارين. ف
فقط، كتير كتير مرتبين، خلينا ناخدهم. فهذا ديل على الكفر جيرل. طبعا انتو حرين شو تختاروا، بس انا بفرجيكم الاشياء اللي انا مجربها وحاببها. فبتوصلوا ل 18 لتاخدوا 6 دولار. يلا نكمل. هلا بدي اجي على الريفلون. الديل على الريفلون تصرفي 20 دولار، اي قطعه قطعتين زي ما انتم بدكم، تاخدي 4 دولار اكسترا بوكس. ولا ننسى انه اللي بروح على الريد ماشين رح ياخذوا 4 دولار خصم على اي شيء من اي شيء من الريفلون، 4 دولار خصم. فلتصلوا للعرض بدكم توصلوا ل 12 دولار، بس انا عندي كوبون 6 off 18 ريفلون، يعني خصم 6 دولار لما اوصل ل 18. فلازم اوصل ل 18. بس انتو اذا ما عندكم هذا الكوبون السي ار تي بامكانكم تاخذوا هاي البلاشر، سعرها 12 دولار و29 سنت، بتوصلوا للديل وبتخلصوا معكم هذا ال 4 دولار. يعني رح تدفعوا 8 دولار و29 سنت مع الخصم ال 4 دولار، بيرجع لكم 4 دولار اكسترا بوكس، كانها طلع عليكم ب 4 دولار و29 سنت. كثير مرتبه هاي البلاشر. بس انا معطين كوبون، لاحظوا هاي الفتره اعطوا كوبون على ليب فري 5 دولار، اني ليب باي كوزمتكس باي براند بدك اياها. فانا رح اخذ هذا عشان اوصل ل 18، رح يطلع علي القطعتين. بدي اخذ هذا القطعتين، هدول رح يوصلوا لي ل 18، رح يطلعوا علي ب 17.78 سنت القطعتين. طبعا بديل 98% تاع السي في اس اغلب الصيدليات كانه موصله ل 18، حتى لو اني اقل بسنتات. هاي القطعتين عندي رح يطلع علي خصم 6 off 18، وفي عندي 5 دولار على الليب اللي اعطوني اياها، بعثوا لي اياها تكست مسج. اذا ما بيوصلكم مسجات على التليفون خصومات، سجلوا عن طريق السي في اس نفسها، قولوا لهم انه تحطوا رقمكم بصير يوصلكم كوبونات عليها. 5 دولار خصم و4 دولار من المشين الحمراء خصم على الريفلون، راح يضل علي ادفع 3 دولار. طبعا سعرهم عندنا 17 وشي، 6 5 4، بطلع علي ادفع 3 دولار، برجع لي 4 دولار اكسترا بوكس. فراح تكون علي هاي البراند فري زائد ماني ميكر 1 دولار، راح يطلع علي. هلا بالنسبة للهول مارك، كوبون الهول مارك، كتير ناس بتجيهم كوبونات على الهول مارك. فبهاي الحالة شوفوا عنا كل هاي تنويع عليها، انتو حرين شو تختاروا. الكوبون اللي انا جاييني 2 كوبونين من الاحد الماضي والاحد هاد، انا دايما بجمع كوبونات الاحدين بنفس الاحد عشان اعمل اكبر خصم. فبدي اخذ من هادي، سعرها عنا طبعا لما تعملوا لها سكان بتشوفوا انه بنطبق عليها الكوبون، سعرها $1.79. الكوبون انا اللي عندي كوبونين، عندي 3 of 2 على القطعتين باخذ 3 دولار خصم، و 2 of 3 يعني دولارين على الثلاث قطع. فرح اخذ هاي القطعة ورح اخذ كمان هاي القطعة، شوف رح اخذ هاي القطعة وهاي القطعة، ورح اخذ هاي منها، اخذ 1 2 3 4، لانه بينطبق عليها الكوبون. قديش سعر هاي؟ ب 49 سنت. كمان بيعمل الكوبون اتاتش لإلها لما تعملوا لها سكان من نفس الاب، فبيطلع علينا سعر 1 2 3 4 5 6 7 قطع، 6 قطع بيطلع سعرهم علينا. هاي القطع عنا، هاي سعرها $1.79، هاي سعرها عنا $1.29، وهدول سعرهم عنا القطعة 49 سنت. سعر القطع كاملين $5.04 معي كوبونات بتغطي لي قيمة $5، بيطلعوا علي هدول القطع كاملين قيمتهم بأربعة سنت لكل هاي القطع. كتير حلو. في هنا شفرات فينوس سعرها 9.99 سنت، طبعا خاصة عندي من الستور، بس رح أحط لكم صورتها بالشاشة. طبعا تشتري منها قطعتين تاخدي $8 اكسترا بوكس. وراح تلاقوا للناس اللي بتشتري دايما شفرات او بتجيها دايما كوبونات عليها، عندي 6 of 2 $4 off جيلات وفينوس، وفي ناس عندهم 4 of 20 كمان برضو بتنطبق عندهم، لانه راح توصلوا للعشرين الا سنتين. فراح يطلعوا عليهم الناس اللي عندهم هدول الكوبونات الثلاثة، راح يطلع عليهم القطعتين هدول فري زائد ماني ميكر. الناس اللي ما عندهم 40 أو في 20 رح تطلع عليهم تقريبا دولارات، بس أنا ما عندي للأسف بالصيدلية، فحبيت أحكي لكم عن العرض. وفي عنا كمان عرض على السناجل سعره $2.99، بس أنا الستوري عندي مفضة، كتير حلو هذا، ملطف لللبس والغسيل. وفي عنا كوبون بنفس الاب $1 off، بيصير عليكم العبوة لهاي السناجل $1.99، كتير ديل حلو.
طبعاً بدنا نيجي نعمل ديل فري. الديل بيحكي لنا بتشتري حبة بتاخدي 2 دولار اكسترا باكس على القطعة. سعرهم عنا دولارين 99، يعني بتطلع عليكم القطعة 99 سنت. بس لا، ما رح تطلع عليكم 99 سنت، لأنه برجع لك تشيك اوت 51، برجع لك على القطعة دولارين كاملين للقطعة، فبيصيروا عليكم هاي القطعة، غير انه برجع لك دولارين، برجع لك كمان دولارين من تشيك اوت 51 فري، زائد 1 دولار 1 سنت ماني ميكر، يعني دولار بيطلع عليكي ماني ميكر. بناخذ منها قطعة، بتقدروا تختاروا بين هاي، بتقدروا تاخذوا هاد، بتقدروا تاخذوا هاد، بتقدروا تاخذوا اللي بدكم اياه. بينطبق على كثير اشياء، يعني حتى لو هاي اغلى، بس لا تنسوا انه ايبوتا، مش ايبوتا، يربي تشيك اوت 51 برجع لك 2 دولار عليها. كثير شامله اشياء العرض، يعني هي كل هدول القطع شاملين. يلا نكمل، بدي افرجيكم هذا العرض على البالم وليف، سعره عنا دولار و99 لهاي العبوه الكبيره. في عنا كتير ناس وصلهم CRT 1 of 2، فإذا بتاخدوا حبتين منه مثلا هاد، بتاخدوا منه حبتين، بيصير عندكم الحبتين سعرهم 3 دولار و97 سنت. في عنا 1 دولار خصم عليهم، وعنا 25 سنت للقطعة من موقع بالموليف. بتكبسوا بالموليف.com كوبونز، بتاخدوا 25 سنت للقطعة. طبعا أنا حاولت أطبع القطعة، آخر شي طلعت بطبع فيهم والطابعة طافية، فراح علي الليمت. الليمت تاخدي 2، فبتاخدي 2 منهم في 1 دولار كوبون، وفي عنا 25 سنت للقطعة، يعني دولار ونص خصم على القطعتين. بصيروا عليكم القطعتين دولارين 48 سنت للقطعتين، كتير ديل حلو. ما بننسى عرض التايد، التايد عنا سعره 11 دولار و 94 سنت سعر القطعة. بتاخدي توصلي لل 20 دولار بتاخدي 5 دولار اكسترا باكس. طبعا ما بننسى انه 1 بير هاوس هولد، يعني مسموح لك مره واحده تعملي لتاخذي الاكسترا باكس. سعر القطعتين عندنا بيصير 23 دولار 88 سنت للقطعتين. في عندنا 3 دولار كوبون بنفس الاب، في عندنا 3 دولار كوبون من موقع كوبونز، لا من موقع بي ان جي. موقع بي ان جي بيعطيك 3 دولار كوبون خصم، بيصير الخصومات عندنا 6 دولار، بيضل عليكم 17 دولار 88 سنت، برجع لك 5 دولار اكسترا باكس، كانهم طالعين عليكم ب 12 دولار 88 سنت، يعني القطعه ب 6 دولار. كثير ديل حلو، بتقدروا تعملوه للناس اللي عندهم بيبيز، بيقدروا يعملوه على هذا. برضه في دولار 3 دولار كوبون على هاي القطعه، ونفس الديل بالضبط، وفي 3 دولار كوبون من نفس الموقع. لكل الامهات يا عزيزاتي، الديل عندنا على الايزي ابس، التنتين الحبتين ب 20 دولار، وفي عندنا كوبون بنفس الاب 3 دولار خصم على القطعتين. وفي عنا كوبون للناس اللي دايما تشتري فوت، طبعا بيجيها كوبون 3 of 15، يعني صار عندنا الكوبونات 6 دولار خصم. طبعا اذا ما عندكم الكوبون او استهلكتوه الاسبوع الماضي من نفس موقع بامبرز ايزي ابس، بتكتبوا كوبونز بتاخدوا كمان 3 دولار خصم، بتقدروا تاخدوا من نفس الموقع اذا مستهلكين الكوبون. فبدي اخذ منه 2 خصم 6 دولار، بيصيروا علي اني ادفع 14 دولار، برجع لي 5 دولار اكسترا باكس، كأنه طالعين علي القطعتين ب 9 دولار للقطعتين، يعني القطعة طالعة علي 4 دولار ونص لهي النوعية المرتبة، فبدي أخذ منها 2. عندكم هلأ ديل على مزيل العرق، بدي أفرجيكم الديل عليه. عنا الديل تشتري 4 قطع بتاخدي 7 دولار اكسترا باكس. طبعا عنا شامل الجيلت، بتقدروا تاخدوا من الجيلت 4 حبات منه، وبتقدروا تاخدوا من الأولد سبايس كمان 4 حبات، أو بتقدروا تعملوا ميكس بينهم التنين، تاخدوا من هاد التنين وتاخدوا من هاد التنين. طبعا الديل عنا لما تشتري 4 حبات برجع لك 7 دولار اكسترا باكس. سعر القطعة عنا هاي 7 دولار و49 سنت. ايبوتا برجع لي على كل قطعة دولار ونص، لكل قطعة الليمت 5، يعني تقدروا تاخدوا منها 4، انتو حرين. برضو هاي، وفي كمان صحيح كوبون عنا 1 of 2 كوبون في الاب نفسه خصم دولار على القطعتين، انتو حرين. وفي كمان كوبون على هاي القطعة 1 of 2 اذا بتاخدوا قطعتين، فاذا بتاخدوا 4 من هاي رح يصير التوتال عندكم 22 دولار و47 سنت للاربع قطع من هاي الجيلات ديودرنت. بيصير عنا 1 دولار كوبون خصم على القطعة، بيصير 21 دولار 47 سنت، ناقص 7 دولار رح ترجع لكم كاش لجيبتكم. طبعا اكسترا باكس بتصير عندنا القطع ب 14 دولار
47 سنت ناقص 6 دولار برجع لكم من ايبوتا كاش لكل قطعة دولار ونص 6 دولار يعني بيطلع عليكم الأربع قطع ب 8 دولار 47 سنت لأربع قطع من هذا الديودرنت يعني القطعة بتصفي عليكم بدولارين و 11 سنت كتير عرض حوري وحلو ومغري وانتو حرين شو تجمعوا وتعملوا ميكس اند ماتش بين اللي انتو بدكم اياه من الديودرنت فهذا الديل كتير مرتب يلا نكمل وهلأ الديل عنا على الجارنيل فراكتس هذا القطعتين ب7 دولار يرجع لكم 3 دولار لما تشتروا قطعتين في كوبون من الاب نفسه 1 دولار بس انا استعملته وكوبون من موقع coupons.com كان ينطبع على الكل بس هلا للاسف مو موجود بتقدروا تاخذوا منه حبتين فبتستعملوا الكوبون اللي بالاب 1 دولار خصم تستعملوا بتدفعوا 6 دولار بتاخذوا 3 دولار يعني بيطلع عليكم الحبتين ب 3 دولار يعني القطعه بدولار ونص بتقدروا تنوعوا وتاخذوا التريتمنت هذا كتير ممتاز انا بحبه على الافوكادو كتحطوه كليف ان كتير حلو على الشعر بعد الحمام بيعطي منظر حلو وهلا بدي افرجيكم كمان ديلات حلوين على البانتين البانتين عندنا هون سعره الثلاثه ب 15 دولار بتشتروا 3 قطع بتاخذوا 5 دولار اكسترا باكس طبعاً في كوبون برضو نفس الآب 5 دولار خصم على الثلاث قطع طبعاً أنا برضو استعملته بيصير عندنا الخصم 10 دولار بتاخدوا 5 دولار بيطلع عليكم ثلاث قطع من الكبير الحجم الكبير 5 دولار للثلاث قطع يعني القطعة بتطلع عنا بأقل من 3 دولار فبناخد منه ثلاث بتقدروا تاخدوا منه ثلاث بتقدروا تاخدوا من هداك 2 وعندنا كوبون اللي عندهم 4 of 18 تقدروا تجمعوا الديلين مع بعض تاخذوا خصومات اكبر خلينا اقولكم كيف انا معي كوبون 4 دولار خصم على القطعتين زي ما انتم شايفين بس هذا الكوبون انتهى امبارح فراح يزبط معي فراح يعمل خصم اكبر من الجريده هذا الكوبون بتصير علي القطعتين ب 3 دولار برجع 3 دولار فراح يطلعوا علي فري القطعتين فحابه اخذ من الجارني في عندي 5 دولار على البانتين كمان هذا قديم هذا متى ب 13/2 ان شاء الله يزبط معي يعمل سكان بيصير عندي القطعتين ب 10 دولار برجع لي 5 دولار بيطلع علي القطعتين كانهم ب 5 دولار في معي 4 of 18 سي ار تي يخصم 4 دولار من التوتال كامل كانهم علي طالعين الثلاث قطع 7 زائد 15 22 دولار ناقص 5 ناقص 4 يعني 9 دولار 13 دولار خصم رح يرجع لي 4 of 18 صحيح يعني 4 دولار كمان خصم رح يصير علي لاني ادفع 9 دولار بدفع من جيبتي برجع لي 5 دولار وبرجع لي هناك 3 دولار يعني رح يرجع لي 8 دولار اكسترا باكس للقطعتين وبيعملوا لي تراك للبيوتي كلوب بالنسبة للكريزمي العرض عليه القطعتين ب 8 دولار هو والدوف بتقدروا تختاروا بينه وبين الدوف او تختاروا قطعة من كل واحد في عندنا كمان من جريدة الاسبوع الماضي 3 دولار خصم على القطعتين يعني بيصير عليك انك تدفعي 5 دولار شو برجع لك؟ برجع لك 2 دولار اكسترا باكس لما تشتري حبتين كأنه بيطلع عليكم القطعة ب دولار ونص للقطعتين 3 دولار للحجم الكبير من الكريزمي حبيت افرجيكم كمان عرض على بطاريات الدراسل العرض عنا بتشتري ب 15 بتاخدي 5 دولار اكسترا باكس على بطاريات الدراسل البطاريات ممتازين كتير أغراضي لليوم الديل اللي أنا عملته أغراض بتجنن وكتير أنا بحاجتها وبدي إياها والعرض عليها مغري فالأغراض عنا هي قيمتهم كاملين حقهم 116 دولار و56 سنت لكل هاي الأغراض 116 دولار و56 سنت طلعوا علي الأغراض دفعت من جيبتي دولار واحد فقط لغير
دفعت باقي الاغراض اكسترا باكس ورجع لي اكسترا باكس زي ما دائما انا بعلمكم. اليوم عملت ترانزاكشن واحد لانه الاسبوع الماضي اضطريت اني اعمل ترانزاكشن واحد ودفعت من جيبتي كتير بس بالمقابل رجع لي اكسترا باكس كتير. فلما تدفعوا اكثر من جيبتكم برجع لكم، لما تنسقوا اكسترا باكس كتير فبالمقابل بتصيروا تريحوا حالكم بترانزاكشن واحد. هذا الاشي اللي انا عملته هذا اليوم. بس بالنسبة للمبتدئين دايما بحكي لكم اسم الشراء بتدفعوا من جيبتكم اقل طبعا. زي ما انا بدي افرجيكم هاي التريتمنت تاع الافوكادو، هاي البامبرز التنتين، هاي البرايم، البانتين ثلاثة، وهاي البيك، وهاي البوب هادي، وطبعا عنا الميبيلين والكفر جيرل وكل القطع والهولمارك كلياتهم عنا. عندنا الكوبونات انطبعت اللي فرجيتكم اياها، الكوبونات الجريدة القديمة كلياتها اشتغلت حتى لو انها قديمة، عملت لي الاشياء فري تماما. وطبعا عندنا البامبرز الثلاثة، الكفر جير الثلاثة، كأنه في كمان واحدة كفر جير مش مطبوعة، عندي كمان ثلاثة على الكفر جير غريبة مش مطبوعة لانه في كوبونين ثلاثة ثلاثة في هذا، فهاي الحال لازم كان طلع علي فري زاد ماني ميكر في 1 دولار. يا ربي كوبون فري 5 دولار، وعنا 5 of 25 كوزمتك زي ما قلت لكم، 4 of 18 هير كير شامبو، 4 ريفلون، 3 of 15 بامبرز، 3 of 2 هولمارك، 2 of 3 هولمارك. الباقي صرفت تقريبا 10 20 29 35 41 46 دولار اكسترا بوكس كان معي دفعت من جيبتي دولار. شو رجع لي قيمة التوفير؟ طبعا عندنا 99% 115 دولار و56 سنت، زي ما قلت لكم دفعت من جيبتي دولار، 116 دولار و56 سنت، رجع لي 5 دولار 3 دولار 5 دولار. هاي لل دايما لما تشوفوا هيك لل للفوت الايزي اب دايما بتشوفوا الشرح تاعها، هادي 3 دولار لل للفراكتس، هاد التريتمنت تقدروا تجيبوا الشامبو طبعا انتو حرين. هاي بالنسبة للبانتين 5 دولار، 2 دولار للبيك هذا طبعا راح يرجع لي كمان 2 دولار، فراح يطلعوا اخر شي فري فري من تشيك اوت فتوان، 4 دولار من المانيك ريفلون، 7 دولار من الميبيلين، و 4 دولار من المانيكير. فرجع لي اكسترا باكس اغراض قيمتها دفعت اكسترا باكس 47 دولار. لا ننسى البيوتي كلوب، تجاوزت انا ال 60 دولار رح يرجع لي 6 دولار بيوتي كلوب بعد يومين، يعني رجع لي اكسترا باكس 36 دولار. هي 30 دولار ورقي و6 دولار من البيوتي كلوب، 36 دولار. دفعت 47 دولار اكسترا باكس فطلعوا علي الاغراض كاني عملت هيك تدوير فري تماما، انا الاغراض طلعوا علي من جيبتي ما دفعت الا دولار واحد قيمة الأغراض الفاتورة كاملة. طبعاً عندنا الفاتورة أطول من يوم الجمعة. يلا نكمل، هذا هو الديل عنا لليوم، ويعطيكم ألف ألف عافية. لا تنسوا تعملوا لي سبسكرايب ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. سلام.